من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، ما جائزة ذلك؟ ما ثمرة ذلك؟ كم يستغرق لك من الوقت أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير؟ 100 مرة، كم تظن يستغرق لك من الوقت؟ قال لك نصف ساعة، هذا دليل على أنك لا تقولها 100 مرة كل يوم. هذه لا تزيد على 10 دقائق، لا تصلها. فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الذي سمعتم 100 مرة في يوم، كأنما أعتق 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب، وأنت لم تبذل في ذلك قليلا ولا كثيرا. كلمات 100 مرة معدودات لها هذا الثواب العظيم، وليس ثوابها يقف عند هذا الحد، لكن يزيد. اسمع ما يقول: وكتبت له 100 حسنة، ها زيد، ومحيت عنه 100 سيئة. ويغلب الإنسان، ويغلب، يغلب، ويغلب، كأنه اعتق 10 رقاب، وأخذ 100 كتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وما زال خير. زيد: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ربك يجعلك في حرز، في حصن، هذا الحرز من الشيطان، لا يصل إليك الشيطان في يومك ذلك كله حتى تمسي. ونغلب 10 دقائق وأنت ذاهب إلى العمل، وأنت راجع من العمل، أنت راكب سيارتك أو في الحافلة أو في يعني ستنام، وقد وضعت رأسك على مخدتك 100 مرة، 10 دقائق، وفي هذا الخير العظيم. سأل الله تعالى أن يوفقنا. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ولم يأتي أحد بأفضل من هذا. قال ما قال هذا الإنسان، هذا الذاكر، قال ما قال، ليس يأتي بأفضل من الذي جئت به، يعني سوى ما ذكر، أنك كأنك أعتقت 10 رقاب، وحطت عنك 100 خطيئة، وكتبت لك 100 حسنة، وأحرزك الله من الشيطان يوم كذا حتى تمسي، أنت من السابقين، لا يسبقك أحد، بل لا يساويك أحد، لا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أحد. زين؟ إلا أحد عمل أكثر من ذلك، هذا الذي يكون خيرا منك. إلا أحد قال أكثر من ذلك، عمل أكثر من ذلك، إما قال هذا الذكر وقال غيره من الأذكار، وإما قال هذا الذكر أكثر من 100 مرة،